تعثى الغالبية من الجهاز الفني بقيادة رباح سعدان. جدير بالذكر أن صايفي وبودابوس وبلحاج والقائد السابق يزيد منصوري اختاروا مغادرة جنوب إفريقيا قبل بقية العناصر لأسباب خاصة، أهمها تسوية وضعيتهم مع الأندية التي يلعبون لها في أوروبا. بعد كل هذا التحضير المطول قبل المونديال، بطبيعة الحال جنوب أفريقيا باعتبار قيمة المباريات التي تلعب هنا، إنها أكبر تظاهرة رياضية في العالم، بالتالي نحن متأسفون لكننا لسنا متحسرين لأننا قدمنا مستوى جيدا ومباريات ممتازة. يعني كنت نتساءل كيف ما هو يكون مردود المنتخب، لأن ما اشتغلناش كثير جماعيا من ناحية تكتيكية، رجوع لاعبين بدون من الإصابات، بدون ما كانوش موجودين في المستوى العالي، أكيد باللي شي ما كناش ننتظروا هذا النتائج يعني. والحقيقة في النهاية نقول الحمد لله أن الجزائر شرفت الكرة العربية، شرفت الكرة الإفريقية، وشرفت الجزائريين في هذا المهرجان الكبير. فعلا تجربة ممتازة، أولا الحمد لله على هذا الحضور في كأس العالم، والنتيجة كبيرة بالنسبة إلينا بعد غياب طويل دام أكثر من 20 سنة، ثم المنافسة كانت شديدة للوصول عن طريق تصفية إفريقيا، وأنتم أدرى بالملحمة التي عشناها، وثم حضورنا هنا ما بين أحسن الدول، أحسن الفرق الوطنية في العالم، توجت بمشاركة بالنسبة إلي أنا شخصيا ممتازة، ومرأي الجميع إيجابية جدا. المهم بالنسبة لنا كاتحاد جزائري كسبنا فريق جديد، كسبنا فريق ممتاز، العناصر شابة كلهم صغار، فريق يحضر إلى مونديالين آخرين، يعني ممكن يلعبوا هناك لاعبين ممكن يلعبوا 2014 و2018.